وبشأن تداعيات قصف الميليشيات القواعد العسكرية الأمريكية في العراق ومحاولات فهم التحركات الأمريكية بعد الحديث عن إنزال قوات جديدة وانسحابات من قواعد وإعادة الانتشار في أخرى، ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية الأستاذ عبد الوهاب القصاب. أستاذ عبد الوهاب، مرحبا بكم. يعني كما استمعت إلى التقرير، الجيش الأمريكي يقوم بنشر منظومة باتريوت للدفاع الجوي في قاعدتي عين الأسد وحرير، لكن هنا إلى أي مدى يمكن أن نربط هذا الإجراء بالقصف المتكرر للميليشيات للقواعد الأمريكية؟ مرحبا، أهلا مساء الخير لك وللسادة المستمعين. بالتأكيد هنالك ربط يعني قوي بين الإجراءات التي اتخذتها واشنطن مؤخرا في إعادة انتشارها وانفتاحها على الأراضي العراقية، وبين التعرضات التي تقوم بها الميليشيات الإيرانية في العراق حيال الوجود العسكري الأمريكي في العراق، الذي هو أساسا وجود أو تواجد عسكري متفق عليه مع الحكومة العراقية. نعم. ومن هنا نجد أن هنالك التباسا في موقف هذه الحكومة، يعني الذي يستمع إلى بيان القائد العام المنصرف عادل عبد المهدي بالأمس، تجده بيانا ملتبسا يبدأ بلوم الميليشيات على ما تقوم به، وينهي بتحذير من إجراءات قد تقوم بها واشنطن، ويحذرها من أن تقوم بإجراء يعني من طرف واحد. نعم. عملية نصب الحقيقة يبدو كما يبدو لي أن الولايات المتحدة قد اتخذت قرارا بأن يكون لها تواجد عسكري قوي في غرب الفرات في قاعدة القادسية التي هي عين الأسد، وفي قاعدة حرير يعني التي هي في منطقة تقليم كردستان للحكم الذاتي. نعم. هذا التواجد قررت أن تتواجد هنالك بقوة، وأن تؤمن لنفسها منظومة القبة الحديدية التي تمنع الصواريخ من أن تؤثر عليها. أستاذ عبد الوهاب، عفوا، هل نفهم من موضوع نشر منظومة باتريوت أن الولايات المتحدة لديها تخوف من تطوير الميليشيات الموالية لإيران من قدراتها الصاروخية، أم هو فقط تطور نوعي بدخول طائرات مسيرة على خط الصراع، لا سيما إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن رئيس الوزراء المقال عبد المهدي تحدث عن طائرات مجهولة تجوب الأجواء العراقية؟ يعني الطائرات المجهولة يعني مصدرها أحد بديلين. نعم. البديل الأول هو إيران، وهذا هو المرجح. والبديل الثاني هو الكيان الصهيوني، يعني واضح أي من البديلين ممكن أن يستخدم الأراضي أو الأجواء العراقية للتأثير. نعم. المرجح كثيرا هو أن مصدرها إيران، وأن إيران قد تسلح الميليشيات التي تأتمر بأمرها بشيء من هذه المسيرات، ولذلك جاء الإجراء الأمريكي في نقل القبة الحديدية لكي تؤمن قاعدة عين الأسد من جهة، قاعدة القادسية، والتي أنا أفضل أن أسميها بمسماها الطبيعي التي هي قاعدة القادسية فعلا، وقاعدة حرير. أستاذ عبد الوهاب، هل تخشى الولايات المتحدة من الميليشيات الموجودة المدعومة من إيران في العراق؟ هل تخشاها حقا؟ يعني كيف يمكن أن تخشاها وهي التي يعني تعرف تفاصيلها نقطة نقطة؟ أنا لا، ليست هنالك خشية، هنالك إجراء يتخذ لتأمين حماية. أنت تعلم بأن الرئيس الأمريكي الآن تجابهه معضلتان رئيسيتان، المعضلة الأولى هي جائحة الكورونا، والتي يعني سخر جهوده كلها لكي يحاول أن يخرج أو تخرج الولايات المتحدة منها متماسكة. نعم. ولا ينعكس هذا سلبيا على الموضوع الثاني الذي هو سنة الانتخابات. نعم. أي جندي أمريكي يقتل سيتحمل ترامب جريرته ويؤديها في صندوق الانتخابات. أستاذ عبد الوهاب، نعم فأن... تفضل. نعم. آسف للمقاطعة. نعم. تفضل أكمل.
ومن هنا فإن يعني إذا ما أقدمت الميليشيات على التعرض لأشخاص أمريكان وأثرت عليهم فإنها ستفتح على نفسها باب العقوبات القارمة الأمريكية التي بيان القائد العام كان واضحا أمس بأنه يتوقع أن يتم الضرب في مناطق معينة أشهرها، وهذه المناطق هي التي يتواجد فيها ما يسمى بحزب الله في العراق والنجباء وحتى العصائب. نعم أستاذ عبد الوهاب، في بداية حديثكم بدا لكم أن الولايات المتحدة، وقلتم بأنه يبدو لي أن الولايات المتحدة أخذت قرارا لا بد من تواجد عسكري قوي بحسب وصفكم في قاعدتي عين الأسد وحرير، لكن هناك حديث متكرر من قبل الميليشيات في موضوع انسحاب الأمريكيين من قواعدهم، هم يحاولون ربما تسويق انتصار مزعوم على الولايات المتحدة، ولكن ألا يعني نشر أمريكا لمنظومة باتريوت أنها باقية ومستقرة في العراق؟ هذا بالتأكيد، يعني الذي يأتي بالباتريوت إلى العراق وقد اعتذرت أن تعطيها لدول حليفة يعني بمحدودية الموجود منها يكون قد اتخذ قرارا بأن يتواجد بقوة في المكان الذي سيتم فيه فتح منظومة الباتريوت. نعم. ولذلك اختاروا هاتان النقطتان. هما حقيقة يعني انسحبوا من قاعدتين مهمتين أخريين، لكن يعني في تعويض متبادل، يعني انسحبوا من قاعدة البكر الجوية التي هي في منطقة في منطقة سامراء. نعم. وانسحبوا من قاعدة قدام، من قاعدة طيار. نعم. وهذان قاعدتين متطورة أيضا حقيقة. والقاعدة المتطورة الأخرى هي قاعدة الإمام علي في النافرية، ليس لديهم تواجد فيها. طيب. لكن عندما قرروا التواجد في عين الأسد وفي حرير، أعتقد أنهم اتخذوا أو حسبوا في حساباتهم الاستراتيجية أنهم سيتواجدون هنا بقوة، وقد يعوضون حتى عن أنجرلت فيما إذا يعني دعت الظروف أو علاقاتهم مع تركيا للانسحاب منها. أستاذ عبد الوهاب، لو تحدثنا في مفهوم الممكن، يعني ولو أخذنا خبر لوكالة الأناضول في تقرير لها، يقول هذا التقرير إن إيران تسعى لتكرار تجربة الحوثيين في اليمن وتريد أن تطبقها في العراق، لكن في حدود الممكن هل تعتقد أن ذلك متاح على المستويين السياسي والعسكري؟ يعني أنا أشك أن تجربة الحوثيين ممكن أن تتكرر في العراق. يمكن يعني في أسوأ الحالات أن يعني يقررون التواجد في منطقة معينة. أنا لماذا قلت السبعد أو غير ممكن؟ هنالك أسباب، دعني أحاول أن أخذها واحدة واحدة. أولاً هذه الميليشيات بالنسبة لجملة ما يسمى بالبيت الشيعي السياسي يشكلون أقلية حاليا. يعني الآن حتى في وزن النواب عددهم محدود بالنسبة للعدد الآخر. طيب. هذا واحد. اثنين، أنهم فقدوا الحاضنة الأساسية، يعني تظاهرت من 21 لحد الآن. هذه هي حاضنتهم وهم فقدوها. نعم. هذه اثنين. ثلاثة، هنالك مماحكة بين الميليشيات أنفسهم. ليس الكل متفقون بالضبط على سوية واحدة. وعلى الأقل بإمكاننا أن نسمي ميليشيات الصدر باعتبارها لن تتوافق مع هذه الميليشيات. أعتقد سيكون هنالك نزاع فيما بينها، والتاريخ أثبت بأن هذه الميليشيات لم تكن متوافقة فيما بينها. نعم. كانت تتقاتل عندما يصعد، يعني عندما لا يكون هناك تهديد خارجي. هذا الموضوع الثاني. الموضوع الرابع وأنا أشير إليه هنا بأهمية، أن ليس كل من حمل السلاح لهذه الميليشيات هو مخلص لمبادئ هذه الميليشيات. يعني هنالك الكثيرين ممن حملوا السلاح لأنهم يقبضون رواتبا. بالضبط. لأنه وسيلة من وسائل العيش. نعم. عندما يكون الموت الحياة أمام لقمة العيش، الإنسان أنا واثق أنه سيختار الحياة. نعم. وأيضا بإمكاننا أن نأتي بالكثير من
الإثباتات التي تثبت هذا. من واشنطن زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية الأستاذ عبد الوهاب القصاب، شكرا جزيلا لكم.